السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بريب وان، معكم ميس هالة سعيد، وما زلنا مستمرين في يونت 1 My family and me، أنا وأسرتي، lesson 3 and 4، الدرس الثالث والرابع. Let's start، يلا نبدأ. عندنا في الكي فوكابلوري، يعني اللي هي الكلمات الجديدة، عندنا add يعني يضيف. طب أنا لو عايزة أخليها في الباست هتبقى added. conversation محادثة. family member فرد من أفراد الأسرة. country دولة. bread خبز. list قائمة. friend صديق. start يبدأ. طب لو أنا عايزة أخليها في الباست هزودها إيه دي تبقى started. shop محل. goat معزة. city مدينة. adventure مغامرة. listen 3 الدرس الثالث. correct يصحح. طب انا لو عايزه اخليها في الباست هتبقى corrected باضافه ed. تمام، عندنا live يعيش. طب انا لو عايزه اخليها في الباست هزود ال دي بس عشان اخرها e، هتبقى lived. تمام، internet اللي هو الانترنت. الدقائق minutes communicate يتواصل. تمام، how long كم المده. Airport مطار. listen 4 really sheep خروف. house منزل. one day ذات يوم، وعرفنا الـ ADV adverb يعني ظرف. conjugation of irregular verbs، خدنا الـ present والpast والpast participle. think thought يفكر فكرة. take took taken fly flew flown feel felt يشعر feel felt put يضع put يضع. hear heard يسمع. تمام، expressions and prepositions، التعبيرات وحروف الجر. at home في المنزل. I love staying at home، احب الاقامة في البيت. تمام، يعني احب ان انا ابقى في البيت. تمام، I love staying at home. at the top of في قمة. تمام، the view is wonderful at the top of the mountain، يعني المنظر كان رائع فين، في قمة الجبل. تمام، at the top of the mountain. think of يفكر فيه. تمام، تعالوا نشوفها مع بعض فيها، هنلاحظوا ايه. at the end of بيقول لي ايه، يعني في نهاية. بيقول لي at the end of the road يعني في نهاية الطريق. there's a big restaurant يعني هناك ايه، مطعم كبير. تمام، هنا بيقول لي take لما بيجي بعديها وقت time وبعديها to infinitive، بيقول لي بمعنى يستغرق وقت. بيقول لي it takes 3 hours to reach Alexandria. it takes 3 hours يعني هتستغرق 3 ساعات عشان نوصل لإيه، لإسكندرية. تمام، قال لي take لما بيجي بعديها اسم شخص وبعديها بيجينا to ومكان. زي إيه، بيقول لي my father والدي takes me أخذ me to school للمدرسة every day، بياخدني المدرسة ايه كل يوم. يبقى my father takes me to school every day. to هنا جت بعديها school هي البليس هي المكان. تمام، stay in يقيم في. I stayed in a hotel when I was in Hurghada، يعني انا ايه، انا بقيت في الاوتيل عندما انا كنت ايه في الغردقة اللي هي in Hurghada. تمام، in order بالترتيب، تعالوا نشوفوها. بيقول لي put the words in order يعني ضع الكلمات بالترتيب. تمام، عشان احنا نكون مثلا ايه جملة. تمام، هنا بيقول لي in summer في فصل الصيف. in summer بيقول لي I go to the beach in summer يعني انا اذهب للشاطئ امتى،
في الصيف. تمام؟ طيب هنا feel بمعنى يشعر، feel يشعر بي. قال لي feel دي بيجي بعدها على طول adjective صفة، بيقول لي she feels، لاحظنا ان الهي والشي والات في البريزنت سيمبل بتاخد اس، she feels happy يعني هي تشعر بالسعادة when she stays with her family، عندما تبقى مع مين؟ مع أسرتها، with her family. live with يعيش مع، live with يعيش مع شخص. تعالوا نشوفوها، بيقول لي I want to live with my brother and sister، يعني أنا أريد أن أعيش مع مين؟ مع أخي وأختي. هناخد دلوقتي البريزنت سيمبل المضارع البسيط بطريقة بسيطة. احنا عارفين ان عندنا الضمائر اللي هي البروناونز الـ I will we with they will you، الـ I will we with they will you، عارفين دي بتيجي بعدها ايه؟ الفعل. الفعل بيجينا ايه؟ infinitive. يعني ايه infinitive؟ يعني بدون اي اضافة، لا هزود اس ولا اي ان جي ولا اي جي، هنزله زي ما هو. تمام؟ يبقى الـ I will we with they will you، الـ I will we with they will you بياخدوا ايه؟ بياخدوا infinitive. برافو عليكو. هما للـ he والشي والات بياخدوا ايه؟ بياخدوا s او es او is. يبقى الـ he والشي والات بتاخد s او es او is. تمام؟ طب تعالوا نشوفه. for example بيقول لي ايه؟ بيقول لي we usually play tennis on Friday، يعني احنا عادة بنلعب التنس يوم الجمعة. طيب انا هنا عارفة ان انا خدت وي، وي جت بعديها ايه؟ جت لنا كلمة usually، usually برضو دلت على present simple. تمام؟ بعديها على طول بعد usually هحط الverb، الverb هنا هيجي لي ايه؟ هيجيني infinitive، مصدر بدون اي اضافة. ليه؟ عشان انا قلت ان ال I will we with they will you بياخدوا infinitive، يبقى قلت we usually play tennis on Friday. تمام؟ طب تعالوا ناخدوا another example، تاني مثال تاني. بيقول لي my grandparents sometimes use a computer. my grandparents يعني والدي، يعني أجدادي، sorry. my grandparents أجدادي sometimes أحيانا use a computer. ليه ما قلناش uses؟ لأن هنا my grandparents اتنين، كأني بستخدم they، كأني بقول they، فبالتالي they بتاخد infinitive، فبالتالي بقول my grandparents sometimes use a computer، ما قلناش uses. ليه؟ لأن هنا جت لنا they. تمام؟ طيب تعالوا تاني معايا في روجينا. روجينا sometimes listens to the radio، يعني روجينا هنا كأني بقول she، وأنا عارفة أن الهي والشي والات بتاخد في الفعل s، يبقى قلت روجينا sometimes أحيانا listens، زودتها s، حطيت listen وزودتها s to the radio، يعني بتستمع للراديو. يبقى انا هنا عشان عندي كمان sometimes دلتني على انها في present simple، فبالتالي ايه؟ قلنا listens. تمام؟ طيب هنا بنقوله ماروا usually plays tennis one on Fridays. on Fridays ماروا usually plays tennis on Fridays. ماروا كأني بقول she، فبالتالي جت بعديها usually، بعد usually على طول بحط الverb اللي هو ايه؟ جت لنا plays. ليه قلنا فيها s؟ عشان ماروا كأني بقول she، يبقى قلنا ماروا usually او كأني بقول she usually plays tennis on Fridays. اوكي؟ طيب بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي my brother often watches TV after lunch. my brother كأني بقول he، كأني بقول he، وانا عارفة ان الهي والشي والات بتاخد في الفعل s او es او is، يبقى my brother often غالبا watches TV، يشاهد التلفاز after lunch، بعد ايه؟ بعد وجبة الغداء. طيب هنا لاحظنا ايه؟ لاحظنا قال لي ان انت لما تلقي كلمة زي كلمة watch اخرها ch، او كلمة wash اللي هو يغسل اخرها sh، تمام؟ او اي حاجة يعني اخرها double s او ch او sh او o او x، تمام؟ يبقى على طول بزودها es، بزودها es. تاني حاجة اخرها double s او اخرها ch او sh او o او x، يبقى ده على طول بزوده es. تمام كده؟ عشان نبقوا متفقين على الجزئية دي. هناخد مراجعة بسيطة على الverb to be، لاني واخدينها من واحنا صغيرين. الverb to be اللي هي الis والam والor، وانا عارفة ان الi بتاخد am، I am، I am، he والshe والit is، he is، she is، it is. تمام؟ والwe والthey والyou are، we are، they are، you are. تمام؟
خدنا بعد كده الـ verb to have. الـ verb to have خدنا طبعا عارفين الـ has والـ have، تمام، بمعنى يمتلك. الـ has والـ have هنا جت لنا إيه؟ الـ has مع الـ he والـ she والـ it، بقول he has، he has، she has، it has. طب الـ have مع الـ I والـ we والـ they والـ you، الـ have مع الـ I والـ we والـ they والـ you، بقول I have، they have، we have، you have. تمام، يبقى ده اسمه الـ verb to have. الـ verb to have عندنا بقى في النيجاتيف مع do و does، احنا عارفين في البريزنت النفي بتاعهم don't و doesn't، تمام، وفي السؤال بستخدم do و does في البداية. طيب انا في حالة النيجاتيف اللي هو النفي بقول الـ I والـ we والـ they والـ you بياخدوا do، يعني بياخدوا don't في النفي، تمام، وبياخدوا الـ he والـ she والـ it، بتاخد does في السؤال وبتاخد doesn't في النفي. طب تعالوا نشوفوا الكلام ده، بيقول لي he doesn't play football every Thursday، تمام، he doesn't، وانا عارفة ان doesn't بيجي بعدها infinitive عشان كده قلنا play ما قلناش plays، تمام، يبقى he doesn't play football every Thursday، تمام. طيب هنا the bus never stops near my house، يعني الأتوبيس ما بيقفش بالقرب من إيه؟ من بيتي. هنا نفينا بنيفر، أوكي؟ هنا نفينا بنيفر، نفسها نفس doesn't، أوكي؟ يبقى هنا بقول the bus، كأني بقول it، كأني بقول it never stops near my house. لاحظنا إن في never خدنا في الفعل s، لكن في doesn't باخد بعديها infinitive. فهمنا الفرق؟ هنا بقى عندنا في interrogative يعني ايه؟ في السؤال، تمام؟ هنا بستخدم do does في البداية، يبقى احنا قلنا في النيجاتيف بتستخدم doesn't او don't، doesn't مع ال he وال she وال it، وdon't مع ال I وال we وال they وال you. هنا في السؤال بستخدم do في البداية او does في البداية، do مع ال I وال we وال they وال you، وdoes مع ال he وال she وال it، وبعديها بيجينا infinitive يعني الفعل بدون اي اضافة. For example بيقول لي do you speak English؟ Do you speak English؟ هل تتحدث اللغة الإنجليزية؟ لو yes هقول yes I do. Yes. ليه؟ لأن احنا حولنا الـ you إلى I، بقت yes I do. في حالة no، no I don't. طب does، لما يبدأ السؤال بـ does بجاوب بـ does، بقول بيقول لك does she cook well؟ هل هي تطبخ جيدا؟ تطبخ جيدا؟ yes she does. باخد الكلمة الثانية وبعدين الأولى، yes she does. بعد ما بحط yes كوما أو no كوما بحط الكلمة الثانية وبعدين الأولى، yes she does. طب لو no، no she doesn't. أوكي؟ هنا بيقول لي WH question يعني الأسئلة، الكلمات بتاعة الاستفهام زي what، where، when، كل دي بتبدأ بWH، أوكي؟ طيب هنا لما يجيب لي مثلا what أو where أو when في البداية بيجي بعديها do مع الـ I والـ we والـ they والـ you، أو does مع الـ he والـ she والـ it، وبعديها حضع infinitive اللي هو الفعل infinitive بدون أي إضافة، تمام؟ بيقول لي مثلا السؤال what do you study؟ what do you study؟ ماذا تدرس؟ تمام؟ Where does she go؟ أين تذهب؟ It shows the correct answer from A, B, C, or D. Number one, a child who doesn't have a father or mother is called، يعني طفل ليس لديه أب أو أم يبقى إيه؟ يتيم. يتيم يعني إيه؟ Orphan. Okay؟ Orphan. Number two, your parents، your parents اللي هم الوالدين، والديك، brothers and sisters اللي هو ايه؟ الاخوة والاخوات، are called your family members اللي هم اعضاء الاسرة، افراد الاسرة. يبقى ايه افراد الاسرة؟ ايه؟ والدك ووالدتك اللي هو your parents، و brothers and sisters اخوتك واخواتك، تمام. Number three, a place with lots of houses، تمام؟ A place with lots of houses يعني إيه؟ يعني مكان فيه الكثير من المنازل. And shops ومحلات like Cairo زي إيه؟ زي القاهرة. Is called a، اسمه إيه اللي في القاهرة؟ مكان فيه محلات كتير ومنازل كتير، بيوت كتير، يبقى إيه؟ village قرية، ولا country دولة، ولا continent قارة، ولا city مدينة كبيرة؟ city مدينة كبيرة. برافو. Number four, when you space 5 and 7 you get 12. يبقى أنا لما بجمع بضيف ال 5 لل 7 بضيف add، يبقى when you add، لما أنت عندما تضيف 5 and 7، 5 plus 7 you get a 12، هتحصل على الناتج 12.
تمام. طيب number five, space stories are exciting and dangerous. اللي هو ايه؟ comedy يعني كوميدي حاجة فيها كوميديا، ولا romantic اللي هو رومانتيك يعني رومانسي، ولا adventure مغامرة، ولا funny مضحك. يبقى ايه؟ adventure stories يعني قصص المغامرات are exciting تمام and dangerous يعني ايه؟ بتبقى مثيرة وفيها خطورة تمام. number six, a ولا an space is the top room in a house. is the top room in a house يعني هي غرفة فين في المنزل ولكن فوق، بتبقى اللي هي ايه؟ city مدينة، ولا office مكتب، ولا attic اللي هو الصندرة اللي هي بتبقى عالية فوق، ولا shop محل اكيد attic. اوكي هنا عندنا بيقول لي number 7 ايه ولا ايه النقط is very high. هاي يعني عالي جدا مرتفع. ايه هو بقى؟ ليست قائمة، ولا منيو قائمة، ولا mountain جبل، ولا adventure مغامرة؟ اكيد mountain يعني جبل، هو بيبقى ايه؟ is very high مرتفع جدا. طيب بيقول لي number 8 farmers اللي هو المزارعين get نقط from goats، بنحصل عليها من الماعز. ايه هو اللي بنحصل عليه من الماعز؟ بريد خبز، ولا ميت لحم، ولا رايس رز، ولا eggs اللي هو ايه؟ ولا eggs بيض. ايه هو اللي عندنا؟ طبعا عندنا farmers get meat يعني المزارع بيحصل على اللحم من ايه؟ من الماعز تمام. number 9 french people اللي هو الناس الفرنسيين live in بيعيشوا فين؟ ساكنين فين؟ ها بيعيشوا في فرنس. we always have a ولا an space with our teacher about studying English تمام. ايه هو بقى؟ بيقول لي اني نحن دائما نعمل ايه مع معلمنا لما بندرس اللغة الانجليزية وبنذاكر اللغة الانجليزية؟ conversation محادثة، بنعمله ايه؟ محادثة تمام. يبقى we always have a conversation with our teacher مع معلمنا about studying English. number 11 بيقول لي Egypt is a big نقط in Africa. هي is a big country، هي دولة كبيرة in Africa في أفريقيا. بيقول لي city ولا country ولا village ولا mountain. city مدينة، country دولة، village قرية، mountain جبل. طبعا هي country. يبقى Egypt is a big country in Africa. أتمنى أن تكون درسنا بسيط وسهل. عيدوا الدرس كتير واكتبوا الكلمات، انزلوا بيها، احفظوها، افهموا معناها. أتمنى منكم لايك والشير والسبسكرايب عشان يصلكم كل جديد. Goodbye.